الصحة العالمية أعلنت أن الإمبوكس المعروف سابقا باسم جدري أصبح طارئ عالمي صحي يستدعي القلق، ده بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في أحد الدول في أفريقيا، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون هناك تنسيق ما بين كل الدول الأعضاء في المنظمة للاكتشاف المبكر، للترقب، للعلاج، لتوفير دعم مالي للحصار لانتشار هذا المرض. وبالتالي وزارة الصحة المصرية كأحد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتخذت الإجراءات الخاصة بتنسيق الترصد في جميع المنافس البرية والبحرية والجوية ورفع معدلات الانتباه عشان يبقى في عندنا حائط سد يمنع من انتشار هذا المرض أو دخوله في مصر بقدر الإمكان. حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة مشابهة أو إيجابية في مصر حتى الآن. طب عشان نقول ان في حاله ظهرت، ايه الاعراض؟ طبعا ممكن يبقى في حاجات متشابهه مع انواع تانية من الفيروسات، لكن ايه الحاجه المميزه جدا لجدري القرود لا قدر الله لو ظهرت على حد عشان نقدر نتصرف ونروح بيه فين؟ ايه اول خطوه ناخدها يا دكتور؟ يعني الصفح الجلدي وخاصه في باطن الكاف او حول الاعضاء التناسليه يمكن دي ابرز واشهر الاعراض التي تظهر على المصاب بجدري القرود. طب الطفح الجلدي، واكيد هيبقى معاه برضو ارتفاع درجات حراره وحاجات كده، لكن بكرر مع حضرتك ارتفاع درجات الحراره والاعياء والصداع كل دي اعراض تتابعها مع كثير من الاصابات. لكن هل بيتنقل الحاجه المميزه هي الطفح الجلدي وخاصه الاعضاء التناسليه والباطن الكف، لكن مش بيتنقل بالتنفس مثلا من مسافه زي ما كنا في الكورونا بيحصل كده؟ لا، هو لا ينتقل عن طريق الهواء وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ والمخلطة الرقيقة أو تلامس مع المصاب، وخاصة المسور والخروج التي تكون على المصاب أو استخدام الأدوات الشخصية للمصاب. طب يا دكتور أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هل هو ملوش علاج صح كده؟ بيتم علاج الأعراض فقط؟ لا، هو ملوش علاج كلمة مش صحيحة، وله علاج، لكن العلاج ده ليس علاجا خاصا للإمبوكس، ده علاج للإصابات الفيروسية زي الإنفلونزا. ما هي مفيش علاج مخصص للإنفلونزا، لكن هناك علاج للإصابات الجهاز التنفسي للفيروسات التنفسية. وبالتالي فكرة ملوش علاج ده الحقيقة تعبير ليس دقيقا من الناحية العلمية الصحية، هو له علاج لكنه علاج يشمل الإصابات الفيروسية بشكل عام. لكن يعني يا دكتور الإصابات الفيروسية يعني حتى البكتيريا، يعني بس عشان المسألة دي واضحة لأنه بدأ تنتشر الحقيقة في الإعلام وهي مش دقيقة. مفيش علاج مضاد حيوي مخصص لالتهاب الرئوي. تمام. لكن هناك علاجات للالتهابات الرئويه، المضاد الحيوي بنسميه مضاد حيوي واسع المجال، اي يعالج البكتيريا اللي بتصيب الرئه سواء كانت مكونات عنصريه سواء جسام، وبالتالي كذلك هناك علاجات فيروسيه واسعه المجال تتعامل مع الفيروسات. تمام. لكن يا دكتور معلش يهمني اسال حضرتك سؤال، لا قدر الله لو بقى الفيروس موجود في مصر وانتشر، فهل لدى وزاره الصحه خطه يعني لعمل سيطره على هذا الفيروس، ولا يعني هنعمل ايه؟ الخطه موجوده من قبل ان ينتشر الفيروس وقبل ان يدخل. حلو جدا. خطه للترصد ومن خلال قطاع الطبي الوقائي للتعامل مع اي اصابات فيروسيه او اي طارئ يستدعي القلق العالمي تعلن عنه منظمه الصحه العالميه، واحنا عندنا في مصر واحده من اقوى برامج الترصد على مستوى العالم.